سعيد، كلمات مؤثرة وفتح صفحات التاريخ من خلال هذا النشيد. هي فعلا يعني نشيد معبر عن الكلام اللي احنا بنقوله، يعني مناسب قوي الكلام اللي احنا بنقوله. فانا بقول لك ان تاريخ النادي الاهلي تاريخ يعني مجيد، وفي يعني شخصيات، يعني ممكن اعدلك مثلا 250 300 شخصيه يستحقوا تماثيل، يتعمل لهم تماثيل، يعني غير المؤسسين دول. المؤسسين دول كانوا طبعا حاجه عظيمه جدا، هنبدا نتكلم عليهم. لكن في التاريخ بقى هتبص تلاقي في شخصيات، يعني مثلا في واحد، في المهندس عبد المنعم وهبي، ده حاجه، يعني حاجه عظيمه جدا، شخصيه عظيمه جدا. ده اللي اسس كره السله في النادي الاهلي، وده اللي اسس كره السله في افريقيا، وكان وده اللي حكم اهم ماتش في تاريخ كره السله في الاولمبيك جيمز سنه 1982 في هلسنكي بين روسيا وامريكا، لما كان الماتش بتاعهم ده حاجه جباره جدا. 52. وبعدين ده أول رئيس مصري لواحد من أكبر خمس اتحادات في العالم، رئيس اتحاد دولي كرة السلة. خلي بالك مصر فين في كرة السلة بالنسبة لروسيا وأمريكا وبتاع، فلما يتاخد واحد من النادي الأهلي من مصر وابن من أبناء النادي الأهلي في المنصب ده، كان فايس بريزيدنت، نائب رئيس، وبعدين رئيس دورتين 68 لغاية 76، ده منصب جبار جدا. عبد المنعم وهبي ده دخل في قائمة العظماء أو في قائمة في تاريخ كرة السلة، في صال قاعة العظماء ليه صورة مع عظماء كرة السلة في التاريخ، هو وابن النادي الأهلي برضو عبد العظيم العاشري، دول الاثنين مؤسسين السلة في النادي الأهلي. وده كان رئيس اللجنة الأولمبية في وقت من الأوقات من 72 ل 74، وأنا قعدت معاه كتير في حديقة النادي الأهلي وسمعت منه كلام كتير. في بطلة اسمها مثلا، يعني اسمها فاتن عفيفي، سباحة، السباحة الوحيدة اللي واخدة يعني 7 جولد ميدلز في بطولة افريقيا في لاجوس 73، ما حدش بيسمع عنها حاجة. 7 ذهب، لما شين جولد خدت 7 ذهب في الاسترالية، السباحة الاسترالية في دورة ميونخ 72، الدنيا اتقلبت. هنا 7 ذهب. في بقى زي فاتن عفيفي دي سباحات وبطلات عظيمات جدا، وفي ابطال كتير جدا في تاريخ النادي الاهلي، لكن الحقيقة التاريخ اغفلهم واحنا اغفلناهم، واحنا مقصرين كاعلام ان احنا ما القناش الضوء عليهم عشان نديهم كنموذج، كرول موديل، كايديالز للاجيال الجديده. هي المساحه مخصصه خلاص بقى لفتح الصفحات بشكل مختلف الفتره الجايه، واعتقد النشيد تم عرضه بالكامل هو كذا كوبليه. حقيقه تمام.